اللي الثمن ديالهم 79 درهم فقط. دين كيف كتشوفوا تشكيله رائعه ديال لا مارك ديور. دين كيجي ستاك معاه البوشيت ديالو كيف كتشوفوا كيجي دو بياس. ستاك كيجي على الشكل هذا كيف كتشوفوا فيه هاد السميطه كيجي فيها بحال كتجي سميطه ديال اللي دوك كتجي مغلفه بالكوير من الفوق. دين كيجي في هاد اللون هذا فيه ثلاثه ديال الالوان اربعه ديال الالوان جو بونس. كاين هاد اللون هذا الازرق وكاين فيه لو غري كيف كتشوفوا حتى هو راه كيجي فيه دو بياس كيجي الساك مع البوشيت ديالو. وكاين فيه هاد اللون هذا غوز بيبي مع اللون موف حتى هو كيجي في البوشيت ديالو. ندوزو لهاد لا كولور هادي حتى هي الاورانج. دان كيف كتشوفوا الشكل ديالو كيجي انيق في الهزدان. نهزو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. دان انيق وغادي ندوزو باش غادي نشوفوا الموديل هذا ديال غوتشي كيف كتشوفوا حتى هو الثمن ديالو كيبقى 79 درهم فقط. دان كيف كتشوفوا كيجي زوين زوين في الشكل ديالو حتى هو كيجي في هاد السنيسه من الشكل هذا. دان كيف قلت لكم هادو راهم اون برومو اولا سول. كان الثمن ديالهم 150 درهم صبح فقط ب 70 79 درهم عفوا. السكان ديال 70 درهم شفنا السكان ديال 80 درهم و 90 درهم. الان غادي ندوزو لديال 100 درهم شي حاجه اللي يا سلام. اذا كيجي هذا الصاك هذا كيف كتشوفوا مع البوشيت ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. قال لك ديري فيها الميك اب ديالك سويرتات التليفون خلاص. وفي كيجي في هاد النانوس هدا حلو على هاد السكيل هدا غزال انيق كيجي في اللبسة كيف كتشوفو ها هو يعني كيتهز كيكون شي حاجة لي راقية في المنظر. دابا كيف كتليكم التمن ديالو راه 100 درهم. بالنسبة للألوان لي فيه كاين فيه هاد اللون نوار كاين فيه البلون وكاين فيه حتى اللون البوغدو و الكراميل وكاين حتى البيج و الغوز بيبي. هادو هما اللوينات لي كاينين فيه كيف كتشوفو. كاين فيه تبارك الله الألوان كتيرة والشكيل ديالهم كيجي انيق بزاف في اللبس. اذا الثمن راه فقط كيبقى ب 100 درهم وكنبقاو دائما في اطار 100 درهم. وغادي ندوزو لهاد الساك هذا شحال غزال. شوفوا لي هاد الشكيل هذا كيفاش كيجي. اذا بالنسبه للعريسات ديالنا كيجي فيه يعني ممكن تهزكم بوشيت على هاد الشكل ممكن لكم ديروا لي سمطه وكم الساك. بالنسبه للالوان اللي كاينين فيه فكاين فيه هاد اللوينات هادو كيف كتشوفوا كاين فيه اللون نوار وكاين فيه الماغون كاين فيه البيج وكاين هاد الشكل هذا حتى هو. كاين فيه جوج الاشكال بالنسبه للون الاسود كاين فيه جوج ديال الاشكال. اذا بالنسبه للثمن ديالهم دائما 100 درهم. حنا باقيين دابا في الاثمنه ديال 100 درهم. كيحمقوا انا نبداو بهذا اللون هذا اللي كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالو على هاد الشكل هكا كيتحل. دابا كيجي فيه السميطه ديالو كاين فيه هاد اللون هذا وكاين فيه لو روج. راه بالنسبه للجلد ديالو راه كبير كيف كتشوفوا كيجي فيه هاد ليفي بحال هكا. وكاين فيه هاد لو ماري حتى هو كيجيو انيقين هادو خلاص مع الجلابه دابا العيد راه يجيو معاك كيحمقوا. وكاين فيه نوار اللون الاساسي بازيك. دابا بالنسبه للثمن ديالهم حتى هما راه 100 درهم فقط. بصراحة هادو كيجيو كلاس في الشدة ديالهم مع الجلبة كيجيو غزالين كيحمقو. كنبقاو دائما في الأثمنة ديال 100 درهم. إذا شوفوا لي هاد الصاك هذا شحال غزال ديال لوي فيتون فن. إذا كيجي فيه هاد اللون هذا الغوز بيبي وكاين معاه السميطة ديالو كلاس كتجي حتى هي في الجولد أولا في اللون الذهبي. إذا غير هو كيجي في الشدة محيدق غزال صراحة. كاين فيه هاد اللوين هذا وكاين فيه اللون موطارد. هادو هما لي طوندونس دابا دارجين على الموضة. وكاين فيهم هاد اللون هذا الكامل كيف كتشوفو كيجي حتى هو على هاد الشكل هذا غزال. وكاين فيه البلو مارين هاد الشكل هذا راه كاين فيه ألوان مختلفة بزاف. دان هذا كيجي اللون ديالو أوني كيجي في البلو مارين. كاين فيه هاد اللون هذا كيف كتشوفوا الثمن ديالو فقط 100 درهم. يعني كاين هاد اللون هذا حتى هو
ديال هادو هما اللوينات اللي كاينين فيه. وكاين هاد الشكل هذا ديال غوتشي كيف كتشوفوا كيجي غزال، هذا حتى هو في اللون الكري انيق، هذا حتى هو في المنظر ديالو كيجي في الهزه خطير. غادي ندوزو ننتقلوا واحد الموديل حتى هو كيحمق، شوفوا هاد الموديل هذا شحال غزال، شوفوا بالشده كيفاش كيجي، صراحه كيجي انيق وغزال. كاين فيه هاد اللوين هذا وكاين فيه حتى هاد اللوين هذا، كاين هاد الالوان بجوج اللي كاينين فيه، وكاين شكل اخر حتى هو ديال لوي فيتون، هذا كيجي مختلف في الديزاين ديالو. هذا كيجي في اللون الازرق كتشوفو كبير، كيجي من هنايا بحال افيه ديال سناكس في اللون البلو مارين. نمكن لكم تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي، راه كبير وكيهز يعني عملي بزاف. حتى هو الثمن ديالو 73 درهم. دابا غادي ننتقلوا للموديل الاخر، كيف كتشوفوا هذا كيجي في اللون الخضري، كيجي في هاد السلسله هادي على شكل قفيه، كتجي حلوه غزاله. هاد السلسله هادي غير كوم ديكور يعني ماشي حقيقيه. بالنسبه للشكل ديالو من الداخل كيف كتشوفوا راه كبير، وفي كتجي مع السنطه ديالو. اللون ديالو حتى الثمن ديالو عفوا حتى هو كيدير 79 درهم فقط. اذا غنتاخذ هذا الموديل هذا اللي غزال كيحمق في المطار، كيف كتشوفوا كيجي فيه هنايا هاد البوش هذا كيف كتشوفوا من الامام، ديزاين ديالو زوين وحلو كيف كتشوفوا، كيجي مع حتى هو السلسله ديالو في اللون لارجونتي. يمكن لكم تهزوا هكا كيف ما يمكن لكم ديروا له السميطه ديالو وتهزوا، لان حتى هو كيبقى ب 79 درهم. وما نساوش البنوتات ديالنا، فكاين حتى لي ساكادو، غنبداو بهذا الساكادو اللي كيحمق. هاد الساكادو كيف كتشوفوا كيجي فيه لي بيرل والحجيرات اللي هنايا باللون الذهبي، كتجي فيه هاد السلسله هكا. إذن هذا كاين في اللون الاسود، وكاين فيه حتى اللون الكري كيف كتشوفوا، او اللون الرمادي كيف كتشوفوا. إذن حتى هو كيجي نفس الموتيف ونفس الشكل ديالو. الثمن ديالهم 90 درهم، 90 درهم فقط. إذن غندوزو نتاقو الموديلات الاخرى اللي كاينه. كاين هاد الموديل هذا كيجي بحال الشكاره زوين، كيجي في هاد الشكل على هاد الشكل هذا غزال حلو. إذن كتجي فيه سلسله من هاد الجهه وسلسله من هنايا، وخلاص السلسله الكبيره الرئيسيه كيف كتشوفوا. هذا التوب ديالو راه بغيون، فيه افي ديال البغيون، ومن هنا اللور ديالو كيجي كوير. حتى هو الثمن ديالو 90 درهم فقط. كاين فيه هذا اللون هذا، وكاين فيه هذا اللون خلاص اللي كيجي فيه دي كولور طرو كولور، كاين فيه هذا اللون هذا الخزي، وكاين فيه الموف، وكاين فيه حتى لوغوس. إذن كيجي حتى هو نفس الشكل، وفي حتى هو هاد البارتيكلي هذا كيجي غزال. إذن كيف كتشوفوا راه بغيون، كيجي في هاد المشيشة هادي كوم بارتيكلي، عاطيه فيه واحد المنظر زوين. ودابا غادي ندوزو لهاد الموديل هذا، الثمن ديالو حتى هو كيبقى 90 درهم فقط. الثمن ديالو شتي على هاد الشكل هذا حلو صغير، كنديرو فيه الوريقات وحتى الفليسات. كيجيو السميطه ديالو كتجي على هاد الشكل هذا، فيها من الداخل كيف كتشوفوا كتجي من الداخل بالدوغي، ومن الفوق مغلفه بالكوير. اذا راه كبير تبارك الله راه كيهز. كاين هاد الموديل هذا وكاين هاد الموديل هذا حتى هو في الكامل، كيجي في هاد الوريضه هادي وهاد البلي على هاد الشكل هكا حتى هو كيف كتشوفوا راه كبير. بالنسبه للثمن ديالهم 80 درهم فقط. اذا هذا الموديل هذا حتى هذا البوردو اللي وليتكم حتى هو الثمن ديالو فقط 80 درهم. ندوزو دابا للموديل الموالي، شي خريجه هكا الى مع العائله كيجيو غزالين وحلوين كيف كتشوفوا. والجميل فيهم هو الثمن ديالهم 79 درهم فقط. يعني كاين هذا الموديل هذا ديال لا مارين كيف كتشوف، كيجي الشكل ديالو غزال، كيجي السنطه ديالو بحال شكل قنيبه. وكاين هذا الموديل هذا اللي كيجي بالكتبه، كيجي غزال في الشده ديالو، هذا يمكن لك تلبسيه حتى مع الجين ومع الرومي، حتى هو كيجي الشكل ديالو زوين وكيهز بزاف.
اذا حتى هو الثمن ديالو في 70 درهم فقط. مع الباب الرئيسي نيسان حتى الاخر وكتدورو على اليمين كيجي اونفاس مع نظارات السرور، كتخليو نظارات السرور اونفاس معاه اذا فكتدوزو. هذا هو المحل.